السلام عليكم. صوت كده واضح؟ طب الحمد لله. كده إن شاء الله كلكم موجودين. نبدأ على طول. شاء الله هنكمل أداة البنتو وهنعمل تطبيق عليها عشان المرة اللي فاتت مش لحقنا. في مجموعة ما شاء الله عليها عملت تطبيقات رائعة، إن شاء الله هتكملوا وهتعملوا إن شاء الله حاجة جميلة. نعمل مشاهدة الشاشة ونشوف. نزلت أي نسخة فيهم؟ شاء الله على الجروب هنزل لك اللي انت عايزه. هنبدأ على طول كده. الشاشة ظهرت عندكم. الشاشة ظهرت عند الكل كده كويس. في حد ظهرت عنده الشاشة؟ لا، شاشة البرنامج. كم واحد ظهر برنامج الفوتوشوب عندي؟ ظهر عنده ده كل ظهر. نبدأ إن شاء الله. اللي ما ظهرش عنده يخرج ويدخل تاني. كده خلاص هنبدأ.
صوت ماله بعيد ولا؟ كده صوت كويس. طيب خلاص نبدأ بقى على طول عشان مش نضيع الوقت. هنكمل أداة البين تول، احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت بس ما عملناش التطبيق. هنفتح ملف، عندنا هنا أداة البين تول، هنا نرسم عن طريق النقط، هنا رسم حر، هنا لو هنضيف نقط جديدة للرسم بتاعنا، هنا لو هنحذف بعض النقط، وقلنا هنا عشان نتحكم في النقطة وإن احنا نديها دورانات. قلنا أداة السهم دي الخاصة بالأداة البين تول، الأداة اللي فوق علشان تنقل التحديد كله، واللي تحت علشان تحرك النقط. لما بنيجي نضغط على أداة البين تول بيظهر شريط الخصائص، نقدر إن احنا نرسم خطوط عن طريق النقط، ونقدر كمان إن احنا نختار أي شكل من دول أو من الأشكال اللي عندنا اللي هنا. لما بنيجي نضغط على السهم بيظهر لينا النقط بتاعتها اللي احنا نقدر نغير ونعدل ونتحكم فيها، ده قلناه المرة اللي فاتت. طيب احنا عندنا لما بنيجي نعمل الشكل عايزين نتحكم فيه ونملاه لون او باترن او اي حاجة، هنيجي نقول كليك يمين وبعدين نضغط على ميك سيلكشن، هيدينا تحديد. لو عايزين حوالين الشكل ندي بعض التنعيم، ممكن نحط هنا اي رقم 3 مثلا، طبعا حسب الشكل اللي احنا بنعمله هنقدر نحدد احنا عايزين نعمل تنعيم بنسبة قد ايه. دلوقتي لو حطينا لون الشكل بقى فيه نعومة في الجنب. لو عايزين نحذف الخطوط اللي حوالين الشكل بتاعنا هنضغط على انتر هيحذفها، او لو ضغطنا كليك يمين عندنا ديليت هيمسحها، طبعا هيمسح كله. طب احنا دلوقتي عندنا نعمل لير جديد مثلا، قلنا في حاجة تانية ان احنا مثلا عايزين الشكل ده بدل ما نعمل جواه لون عايزين نعمل حواليه اطار بشكل الفرشة اللي عندنا. هنشوف الفرشة اللي عندنا نحدد الشكل ليها. لو اخدنا مثلا الدوائر وهنجيب لوحة الفرش هنوسع دي كده ونعمل مسافات بينها، لو جينا بقى حددنا على الإطار ده وهنقول استروك باث هيدينا هنا بالشكل ده. في مجموعة من الأدوات كل واحدة فيهم هتدينا الإطار بشكل مختلف. لو خدنا الفرش اللي احنا اخترناها ادانا الشكل ده اللي احنا كنا عاملينه. هنشوف كده الحاجات اللي احنا قلناها دي فيها اي سؤال قبل ما نتنقل لحاجة تانية ولا لا؟ في اي سؤال فيها؟ احنا الكلام ده قلناه المرة اللي فاتت. في أسئلة؟ عشان اللي ما حضروش المرة اللي فاتت أنا قلت أجيبها من الأول. خلاص نكمل إن شاء الله. هنمسح دول كده. هنختار مثلا خلفية ونجرب الحاجات التانية عليها بدل ما استخدمنا الفرشة بس. احنا المرة اللي فاتت استخدمنا الفرشة بس، في ادوات تانية هنعملها دلوقتي.
هنحط هنا الخلفية بيضة عشان تبان التأثيرات اللي احنا نعملها. نختار مثلا، خلينا في التاني اللون اللي تحت، خليها مثلا اخضر. احنا دلوقتي هنعمل مثلا شكل وعايزين نعدل فيه، نديله دوران كده. هنختار مثلا أداة زي أداة القلم، برضو أداة القلم بتعتمد على شكل الفرشة. هنختار شكل، ممكن نختار شكل تاني، نختار مثلا النجوم دي ونختار الحجم بتاعها، عايزين نكبرها مثلا أو نصغرها. من لوحة الفرش ممكن نعدلها كده، نخليها كده. لما هنيجي نضغط ونقول ستروك باس، هنختار القلم هيدينا النجوم بتاعتنا. طب تعالوا نحرك دي وناخد في طبقة تانية نفس احنا قلنا الأسمر دوت الأولاني هو بينقل كله. هناخد باللون التاني ونعمل نفس أداة القلم، بس هنحدد صح على الاختيار ده وهنشوف الفرق. هو ده بيعمل في الدايرة، هنشوف. هنغير شكل القلم، نرسم الدايرة، نختار الدايرة دي نرجع تاني هنا ونختار. شايفين الفرق ان هو من النص عريض بالعرض اللي احنا مختارينه للفرشة، من الأحرف بقى أرفع. تعالوا نشوف الفرق لو احنا نفس الشكل ده ونفس القلم هنعمله ونلغي دي. شايفين الفرق؟ احنا ده ممكن نستخدمه في تصميمات حسب الشكل اللي احنا عايزينه والتصميم اللي احنا عايزينه. احنا دلوقتي بنوري ازاي نقدر نستخدمه. طب عندنا هنجيب نمسح الطبقات دي، ونعمل الطبقة دي بلون تاني، نخلي مثلا هنا الأخضر، نختار لون تاني كده. هنبدأ إن احنا نرسم. نعمل لها دوران كده، احنا هنختار أداة زي أداة الكثافة ونختار الفرشة اللي احنا عايزينها مثلا، وهنضغط هنا السرب برضو، نختار أداة الكثافة بتاعتنا ونقول أوكي. لاحظنا الفرق طبعا، إن هو استخدم أداة الكثافة مكان الخط أو المسار اللي احنا حددناه له.
طب لو أخذنا نفس الخط ده واخترنا أداة زي أداة الحرق، وبرضه هنعدل فيها هنا ونضغط، هنختار أداة الحرق أهي، طبعا لو جربنا كل الأدوات كل واحد فيهم هيدي حاجة جديدة. ممكن نجرب أداة الأستيكة، مسح مكان المسار اللي احنا عاملينه، أظن كده النقطة دي واضحة. كده في أي سؤال في النقطة دي نقدر يعني حبينا نقولها الأول قبل ما نستخدمها في تصميمات هنعملها؟ في أي مشكلة فيهم؟ نكمل. احنا ممكن نعمل تصميم ناخد مثلا ناخد اللون ده نغيره هنا مثلا، نخليه اللون الأمامي أصفر مثلا، أو ناخد لون مختلف خالص. عايزين نعمل خلفية دهيت نعمل فيها أشكال، هنختار مسار ونعمل كده مثلا. طب احنا عايزين نعمل فرشة معينة، هنشوف عندنا شكل عايزين نعمله فرشة، هناخد الفيونكة دي نعملها فرشة. طبعا فاكرين هنحولها فرشة ازاي؟ اهي هنيجي في الفرش عندنا، نختار الفيونكة بتاعتنا اهي، نعدل عليها، ممكن هنا نخليها كده منتشرة، نيجي في اللون نخليه نزوده عشان يدينا درجات ألوان مختلفة، نصغرها شوية. نبدأ على المسار بتاعنا، نختار الفرشة نقول له اوكي، كده عملها لنا في الخلفية. نقدر نعمل تصميمات ونعمل خلفيات بالأدوات اللي احنا خدناها. طب احنا ممكن نعمل نلغي دي يعني دي كده ونعملها بحاجة تانية، ممكن برضو بالفرشة نختار الشكل ده، الفرش برضو نغير، نحرك ده كده، نختار هنا درجات ألوان تانية، نختار مثلا أبيض، هنستخدم نفس الأداة اديتنا أشكال تانية.
نقدر نستغلها في حاجات كتير. نشوف في أي مشكلة في الموضوع ده. سؤال في الجزء اللي أنا معايا. معايا ولا مش معايا؟ أعيد من أول فين؟ أوكي. اللي هي في الخلفية. احنا اخترنا الفرشة وعدلنا عليها من لوحة الفرش بحيث ان هي تدينا تدرج الوان، تدينا ان هي تبقى شكلها مبعتر كده في الخلفية. وبعدين عملنا نفس الاستخدام اللي احنا استخدمناه في الاول، ستروك للمسار، فاتعملت. هنعملها بشكل تاني، بنختار شكل تاني ونشوف. كده احنا عندنا الفرش، هنختار شكل لها، نختار مثلا ايه، نختار مثلا دي. لوحة الفرش احنا بنجيبها من ويندو براشز. عندنا هنا بنعدل، انا بعمل ببعدها عن بعض شوية، ممكن نعمل لها دوران. لوحة الفرش دي احنا خدناها في محاضرة لوحديها وقلناها، فممكن ترجع لها هنا. الاختيار ده بيخلي تدرج لوني بين اللونين الأمامي والخلفي اللي احنا اخترناهم. بعد كده هنيجي هنضغط على المسار بتاعنا ونقول له ستروك باث، وهنختار الفرشة بتاعتنا. ممكن نختار دي كده، المفروض يدينا تدرج ألوان. نشوف كده، يمكن احنا مش فعلناها هنا، نتأكد منها. اهي لما نيجي المسار بتاعنا هيتحرك بين، هيدينا تدرج اللونين الأمامي والخلفي. ممكن نعمل طبقة تانية ونغير شكل بتاعنا للمسار. هنضغط كده، نختار لونين تانيين مثلا اللبني، الأصفر مثلا، ونختار الأحمر. هنضغط هنا ستروك باس ونختار الفرشة برضو ونقول أوكي، ادينا التدرج اللوني بتاعه.
كده المعلومة دي وصلت. أستاذ إيمان اللي كان بيسأل على الجزء ده، نرسم على خطوط، وممكن إن احنا نرسم على شكل، بس هي عشان الأدوات التانية اللي هي زي أداة الكثافة بيبقوا على خطوط، فأنا عملت خطوط عشان نجرب عليكم. هنشوف في التطبيقات زي إن احنا ممكن نستخدمها على شكل. نبدأ نعمل تطبيق نجرب عليه الحاجات دهيت، وبعدين نعمل التطبيق اللي قلنا هننفذه. هنقفل ده كده خالص، هنمسح الحاجات دي. نمسح الخلفية بتاعتنا. هنبدأ نرسم. هنضغط على الشكل ده، ممكن دي نخليها 3 كده. احنا يستحسن ان احنا نختار الشبكة بتاعتنا نخليها تظهر، نجيبها من فيو شو كده عشان هتسهل لينا واحنا بنشتغل نحط النقط بتاعتنا فين. يستحسن ان احنا قبل ما نبدأ ان احنا نبقى مجهزين الشكل اللي هنعمله في دماغنا، ان احنا نبقى ممكن نرسمه على ورقة، نبقى عارفين هنبدأ منين وننتهي فين. هنعمل دي كده، عايزاها منحنية أكتر يبقى نزود دي، أخليها زي ما كانت 5 كده. هاجي على النقط هنا، أحط نقطة هنا كده. دي لو عايزين نضيف نقط، لو عايزين نمسح نقط هنضغط على اللي عليها ناقص. هنا نص، قلنا الأداة دي اللي بنشد بيها كده نحرك بيها النقط بتاعتنا. احنا ممكن كمان نحرك بالأسهم اللي في الكيبورد، مع نفسي بحب استعمل الكيبورد في الحركة بتاعتها. الخطوط بتسهل لنا احنا الرسمة بتاعتنا، نقدر احنا ماشيين عليها نظبط. هنا ناقصة،
كده الشكل اللي احنا عملناه. هنقول سيلكشن، هنجيب دي كده صفر. اوكي، نحط لون، ماشي، نخليها الاحمر مثلا. كده احنا رسمنا الشكل ده. احنا ممكن بقى نتعامل معاه، ممكن نقلبه كده. هاخد منه نسخة عشان كل نسخة نعدل عليها حاجة ونرجعها تاني، يعني ناخد الأساسية. احنا ممكن ناخد كده النقطة دي كده، نعمل خط كده لحد هنا. عندنا أداة الأستيكة، هنختار الشكل الدائري مثلا ده ونكبره شوية، ممكن نكتب هنا على طول. هنفتح الفراش بتاعتنا، خليها كده، ماشي. هنرجع تاني للشكل، للخط اللي احنا عملناه ستروك باص، وهناخد الاستيكة. تعال نشوف لو سيبنا الأداة دي هيحصل ايه. الشكل بقى منحني. طب لو احنا رجعنا كده وعايزين نشيل دي، نختار الأستيكة تاني، بقت عندنا بالشكل ده. احنا ممكن نقربها اكتر عشان تدي منظر احلى كده، ماشي. والمسار بتاعنا نخليه لجوه شوية. طبعا احنا عينا بتبقى الناقد بتاعنا، عملنا الحاجة لقيناها مش مظبوطة نغير نعدل، ده كله في ايدينا كده. كل حاجة بنعملها بتدي منظر غير التاني. يبقى دي أول حاجة، إن احنا استخدمنا الأستيكة في الشكل بتاعنا. طب احنا ممكن نعمله، ناخد نفس الشكل وناخد المسار بتاعنا ونخليه في النص هنا، ونختار الأستيكة شكل تاني مثلا فين النجوم. طب احنا ممكن نستخدم حاجة غير الشكل المستقيم، بلاش الشكل ده. ناخد عندنا من الأشكال، ناخد الشكل ده مثلا كده. نختار كده ونختار أداة الأستيكة تاني. اديت هنا شكل مختلف، يبقى نقدر نستخدم حدود الشكل بتاعنا لو هو على خط أو على أشكال من الأشكال الجاهزة. احنا ممكن نعمل حاجة تانية، ممكن نعمل ال دي كده، نختار شكل تاني مثلا
القلب ده، ونختار أداة الكثافة نديها كده، نختار من هنا أداة الكثافة بتاعتنا، عايزة تشتغل. طب نجربها على خط، اصل في حاجات بتشتغل على اشكال وحاجات على خط. نختار فرشة اكبر، ولا اشتغلت وانا مش واخده بالي. يبقى أداة الكثافة والحرق بتبقى على خط مستقيم أو خط مش شكل مقفول. طب احنا الشكل ده ممكن نعمله، احنا نستخدم أداة الكثافة ان احنا نختار الشكل ده كده ونديله مثلا 20، ندي كده أداة الكثافة بتاعتنا. نقدر نعمل بيها أشكال بقى ونوع يعني كده. دول التطبيق بتاع رسم القلب بتاع المرة اللي فاتت اللي كان فيه مشكلة عند الناس، طبعا في ناس رسموا الأداة بتاعتهم وطلع مظبوط، اللي ما يعرفش يرسمه ممكن ناخد من الأشكال ونعدل عليه. معنى إن احنا خدنا الشكل ده، القلب ده مش هو اللي كان في الدرس، طب احنا نعمل ايه؟ نعدل عليه كده. كده نشيل اللي في النص ده، نعمل له سيليكشن ونحط له اللون. استخدمنا في أداة الكثافة وأداة الحرق وكده. اللي كان بيسأل على اللمعة اللي احنا كنا بتحط فوق، احنا بأداة البين تول
بنعمل الشكل اللي احنا عايزينه. حركه كده، نبدأ بقى نميله. احنا مش هنشرح الدرس كله، النقط اللي اتسألت عليها انا بقولها بس. هنعمل تحديد، بناخد التدرج وناخد اللون الابيض، نجيب هنا الابيض، ناخد الابيض ده كده، مش عايزة تشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. الشغل المهم ان احنا بنعمل التدرج اللوني بالابيض مع الدرجة اللي هي ابيض مع اللي هو الشفاف، هيدينا لون خفيف كده. نقدر مع الاوباسيتي ان هو يبقى خفيف، هيدينا اللمعة اللي على شكل القلب دي اللي كانت في درس القلب. نبدأ نعمل ده التطبيق النهاردة. احنا قلنا هنعمل الشكل اللي هو طب تعال الأول نعمل نقص حاجة عن طريق أداة البنتول. احنا ممكن كده بأداة البنتول نحط نقط، طب النقط دي مش يعني لو قصينا الشكل هيبقى مش مظبوط، مش هشيل بس الخطوط دي. فميزة البين تول ان احنا النقط نقدر نحركها، يبقى هنحرك كده طبعا. كان ممكن نستخدم الدايرة على طول، بس مش كل الأشكال بتبقى دايرة، فاحنا نرسمها عشان نعرف طريقة القص. ممكن نقص يكون شخص في صورة وعايزين نقصه، فبنفس الطريقة كل ما النقط بتبقى أكتر بنقدر إن احنا نحدد الشكل كويس.
هي أثبت في الأصل من أداة التحديد، وخصوصا في الحاجات اللي فيها انحناءات كتير، عشان احنا بنقدر نعدل عن طريق النقط الشكل بتاعنا. تهيألي كده مظبوط. هنعمل له تحديد. لما نيجي نقص نخلي نعومة في الأحرف عشان ما تبقاش الحروف بتاعتها حادة، ممكن ناخدها واحد أو اتنين تبقى كده كويس. هناخد الشكل ده كوبي، نيو مثلا. احنا ممكن نستخدمه في حاجة تانية. ازاي؟ هنحط الشكل ده بتاعنا ونحوله الباترن. لو جينا رسمنا شكل أي شكل مثلا، خلي القلب ده، ممكن ان احنا نملاه بالباترن بتاعنا اللي احنا اخدناه. نعمل شكل كبير، نعمل القلب بتاعنا كبير كده. يبقى كده نقدر نقص شكل بأداة البنتول، نقدر نضيف الشكل اللي احنا عملناه لأي تصميم تاني، يا إما نضيفه باترن، يا إما لو قصينا شخص أو حاجة نقدر نحطه على تصميم تاني. يبقى كده استخدمنا جميع أدوات البنتول. نشوف أي سؤال كده ليكو قبل ما نبدأ التصميم بتاعنا. في أي سؤال؟ في أي أسئلة في اللي أنا قلته؟ هي التدرج اللوني مش عارفة ليه مش شغالة، مع إن أنا عاملة القلب بيها وكان شكله حلو، يعني كان شغال كويس في الجهاز. عارفين يعني ممكن ساعات يمشي بمزاجه، بس لو جربتوها هتلاقوها هو الجزء ده اللي بيدي شكل اللمعة، لأن كتير سألوا اللمعة دي إزاي؟ عاملينها ازاي على الرسومات والتطبيقات اللي انتوا نفذتوها كده. ما فيش أسئلة، نعمل التطبيق بتاعنا. احنا قلنا هنعمل التطبيق اللي هو خليه جنبينا كده ونشوف هنعمله ازاي في أداة البنتول. ماشي، خليه قدامنا كده. هنفتح ملف جديد مثلا 600، عايزين نرسم الأول الشكل ده. احنا ممكن نرسمه عن طريق النقط، وممكن عن طريق دايرة. كده
كده، شيل دي كده. متهيألي هي كده الشقة اهو، كده شوية. هنختار اللون، انا كاتباه في ورقة بس عشان ايه نقعدش نجرب كتير عشان يطلع نفس الشكل. هنمسح ده كده. اللون رقمه دي 3 3 6. وهنحط اللون، خلي بالنا احنا المرة اللي فاتت اخر حاجة عاملينها باترين، فلو اضفنا هنلاقي الباترين، يبقى نغير للألوان بتاعتنا. ماشي، نلغي التحديد، نبدأ نطلع كده شوية. عايزين نعمل درجات الألوان دي، هنستخدم أدوات الكثافة وأدوات الحرق. يفضل لما نستخدمها إن احنا نعمل الشكل بتاعنا في تحديد عشان نقدر نظبط الموضوع ده. هناخد الدايرة، خليها مثلا 10، نرسم دايرة هنا كده بأداة الكثافة. هنبدأ مرة كده ايه، عاملة قوي. طب احنا ممكن نمسحها، هنزود دي شوية، نختار أداة الكثافة، هنقلل دي، ممكن نقلل الفرشة شوية، هناخد أداة التحديد تاني. أدوات الكثافة وأدوات البنتول عايزة تدريب كتير، النتيجة مش بتطلع من أول مرة، فاللي يعمل وتطلع النتيجة معاه مختلفة ما يزعلش، يجرب مرة 2 3 عشان يطلع بنتيجة كويسة. كده نغير دي، ماشي. هي مش زيها بالظبط، بس مش كل مرة بيطلع الشكل زيه، علشان انا كمان بعمل بسرعة فمش هيطلع زيه بالظبط. عايزين نعمل الشكل اللي في النص ده، هنختار دي كده، خليها 3 مثلا. هنعمل طبقة جديدة، لها اللون بتاعها، نجيبها كده في النص، خليها دلوقتي، نحط اللون بتاعها، اللون بتاعها تكدينه 8 8 0. اوكي، وهنضغط كده. مش هنمسح التحديد، هنسيبه ونقول
كده ندخله جوه شوية، نقلله نخليه مثلا نقول 5، وناخد أداة الحرق ونبدأ كده. نجيبه على الجنب ده وناخد أداة الكثافة الناحية التانية كده عشان تدينا تدرج في الألوان. نبدأ نحرك نخليها في النص. طبعا لما نقعد نظبطها واحدة واحدة ونجرب كذا مرة هنقدر نطلع للشكل ده اللي هو موجود في الصورة. دلوقتي نعمل الدايرة اللي فوق، هنختار كده نعملها فلير جديدة اللون بتاعها كام؟ ستة ونملاها. كده هنعمل هنا الشكل ده بأداة البنتول، احنا نكبره عشان شايفين ونقدر نظبط الحاجة بتاعتنا الرسم بتاعنا. احنا عايزين شكل زي الهلال كده، هنحددها هنا هنعمل لها 3 مثلا. ونعملها بأداة الحرق الناحية التانية، نعمل نفس الشكل احنا بنطبق الدرس اللي احنا كنا نزلناه وفي كتير عملوه وفي البعض معرفوش يعملوه ازاي، في درس هتلاقوه في الجروب عشان اللي يحب يطبقه ده يعمله تاني. أداة الحرق نرجع الورقة كده شوية، بص الرسمة بتاعتنا في النص هنا برضو أداة الحرق ممكن نعملها بالشكل ده. أخليها كده 10 مثلا.
كتيرة. خليها 5. بص كده، أداة الحرق لما بنعمل تحديد ونستخدم عليه أداة الكثافة أو أداة الحرق بيظبط لينا الشغل. هو في الدرس مكتوب إن احنا نختار شادو، بس الشادو بتغمقها قوي، فأنا بحب أستخدم التانية أحسن عشان ما تبقاش غامقة قوي. بس انتوا المفروض تجربوا كله بحيث ان انتوا تعرفوا ايه اللي هيطلع معاكوا احسن. يعني بأداة الكثافة هنا، ونختار الإضاءة دي، نصغر الفرشة بتاعتنا، كده مثلا، وهنا في أداة الحرق برضو. كان واخد الخطوة دي. احنا ممكن في حاجات نقدر نستغنى عنها ونعملها بحاجات مختلفة. نرجع للشكل بتاعنا، عايزين نعمل الخطوة دي اللي هي المايلة. احنا هنحط نقطة هنا كده، ونقطة هنا كده. ممكن بالأداة دي كده إن احنا نحركها. اللي ما يعرفش يستخدمها أو تطلع معاه مش مظبوطة ممكن يقوم حاطط نقط تانية هنا ويبدأ إن هو يحرك منها. يعني احنا ممكن نتصرف لو حاجة ما وقفت معانا نستعمل حاجة تانية غيرها. كده يا اما نستخدم خط ونعمل له دوران عن طريق الدوران بتاعنا هنا كده ونشده، اللي يلاقيه باظ خالص ومش عارف يظبطه يحط نقط ويظبط عليها. هنختار الفرشة بتاعتنا، خليها كده مثلا، وإيه احنا نعملها في لير جديد افضل. كل حاجة نعملها في لير عشان نقدر نظبط، وفي حاجات هتتكرر تحت. ده الشكل بتاعنا. ممكن بأداة الكثافة والحرق نعملها، وممكن إن احنا نعملها من هنا. نبدأ نحرك كده،
نلعب فيهم هتلاقيها كل مرة بتدينا شكل مختلف. نخليها كده نظبطها نطلعها فوق كده، ممكن برضو بالأداة بتاعتنا ان احنا نعمل فيها اجزاء كده بحيث تدينا شكل معدني. ناخد دي كوبي كنترول تي ونقلبها الناحية التانية. نشوف الخطوات دي هل فيها أي سؤال ولا لأ قبل ما نكمل. حد عنده أي سؤال؟ في أي أسئلة؟ في أي أسئلة؟ اللي في النص ده لو عايز تصغره هنعمل كنترول تي اهي. نصغر نحرك اي شكل سواء اللي في الجناب او اللي في النص او حتى الشكل الدائري عايزين نغير فيه هنضغط على كنترول تي هيدينا الاربع نقط او الثمان نقط اللي في الجناب ده هي حوالين الشكل كله بنبدأ نعدل فيها ونغير. دي شرحناها مع ادوات التحديد في الدرس الثاني المحاضرة الثانية. طبعا ادوات قلنا ادوات الكثافه وادوات البنتول محتاجه ان احنا نجرب اكتر من مره، في كل مره الشكل بيطلع مختلف. كده مفيش اي اسئله نكمل. محدش عنده اسئله صح؟ احنا خلصنا الاجزاء دي عندنا الجزء اللي تحت ده هنرسم بأداة البنتول نعمل شكل كده. نعدل ونحرك زي ما قلنا كده.
متهيألي دي اللي طالعة كده، ودي متأخرة شوية. يعني احنا بنحاول نجيب أقرب شكل للرسم اللي عندنا. ونبدأ إن احنا نحط فيها اللون بتاعنا، وممكن نديها، ممكن نعمل ايه، ممكن نعمل نصغر التحديد شوية، نخليه 5 كده، نعمل له حرف ناعمة شوية، نخليها 3 مفيش مشكلة. وبعدين نستخدم أداة الحرق بتاعتنا، نغير شكل الفرشة، ممكن نعكس التحديد ونستخدم أداة الكثافة على الحرف ده. تحت الشكل ده يعني هي مش مظبوطة شوية، بس مش مشكلة، احنا الواحد بيعمل بسرعة. انا بوريك الخطوات ازاي عشان في ناس افتكروها صعبة جدا، هي لو مشينا معاها واحدة واحدة مش هتبقى صعبة ان شاء الله. المفروض كنا نسمي الطبقات بتاعتنا ونحفظ الملف، احنا عايزين الطبقة دي. نخليها مثلا عشان نفتكر دي عايزينها، هنحطها فوق هنا كده. خدناها كوبي، هنصغرها كنترول تي، وهنضغط على شيفت واحدة بنصغر عشان جميع الجوانب تصغر مع بعض كده. ماشي، نحطها هنا. جنبيها عشان نبقى عارفين احنا بنعمل ايه. دي كده فوقها، ودي ممكن نصغرها شوية. نفس الشكل ده هناخد كوبي تاني، نطلعه فوق هنا كده، نصغره تاني، ناخده يتحط هنا، هنا دي هنا كده، وناخد واحدة كمان نحطها فوق هنا. بعيدة من هنا شوية كده، نظبطها كده. يبقى ناقص الجزء ده هنرسمه برضو. انا خدت راحتي ووسعت جامد، فممكن نزود في الصفحة بتاعتنا جزء. انا عايزة جزء فوق زيادة. عندنا هنا الاختيار ده من ايميج، هنا انا عايزه الجزء اللي فوق يزيد، يبقى هعمل كده، هختار اقول له زود لي فوق
الجزء اللي فوق، هنا 15، نقول له مثلا 18، تبقى 18 سنتي. الجزء ده نرسمه، هنعمل طبقة جديدة، هناخد كده الحاجة اللي ما تشتغلش نتصرف ونعملها بحاجة تانية. ماشي، عشان مش توقف لينا الشغل بتاعنا. كده تقريبا نفس الشكل، هنختار الفرشة أو حتى القلم، نختار كده 5 مثلا، دي اخترنا القلم، أو نعمل تحديد، لا نعمل استروك على طول. ممكن نديله هنا تأثير اهو، نحطه كده، ممكن نصغره. الشكل اللي فوق ده السلسلة، هنعمل كده خط فوق، هنختار الفرشة بتاعتنا ونختار شكل مناسب لها. لو عندنا فرشة على شكل سلسلة هتسهل علينا، لو ما عندناش ممكن يا إما نرسمها يا إما نختار أي شكل قريب ليها. نختار إيه؟ عندناش حاجة قريبة ليها، خلاص نخليها الدوائر بتاعتنا، وناخد هنا الفرش ممكن نخليها 30، ايوه كده ماشي. هنقف على الشكل بتاعنا، نعمل استروك ونختار الفرشة بتاعتنا، بالعكس يبقى احنا نغير اتجاهها، هنا نخليها ايه، نخليها واقفة كده. كده الشكل بتاعنا بيتهيألي مفهوش صعوبة.
ومشينا خطوة خطوة هنقدر نطلعه ونطلع أحسن منه. ايه رأيكم؟ الموضوع صعب ولا سهل؟ معايا؟ في أي حد عنده أي سؤال؟ اتفضل. احنا فاضل 4 محاضرات ونخلص، فالمحاضرات كلها موجودة، الرابط هينزلوه لحضرتك، ممكن تراجعها، وأي سؤال فيهم احنا نقدر نجاوبك عليه. أداة البين تول والأدوات الكثافة، في أي سؤال عليها؟ هل كده بقت أسهل؟ اللي ما عملوش تطبيقات وقالوا الأداة صعبة يقدروا يطبقوا اللي احنا عملناه؟ أهلا وسهلا بحضرتك. احنا خدنا أداة البين تول وخدنا أدوات الكثافة، عملنا عليها تطبيقات عشان احنا شرحناها المرة اللي فاتت، بس ما كناش عملنا تطبيقات، فرجعنا عليها سريع وعملنا عليها تطبيق. كان في مجموعة قالت الأداة صعبة ومش عارفين نستخدمها، إن شاء الله يوم الأربعاء. هل اللي كانوا شايفين إن الأداة دي صعبة كده بقت عندهم سهلة؟ يقدروا يعملوا أي تطبيق إن شاء الله؟ لا، فاضل إن شاء الله 4 محاضرات أو 5 كده، متهيألي مفيش أسئلة خلاص. اللي ما عملوش تطبيقات على البين تول يختاروا درس من اللي احنا عملناه، حضرتك على الجروب هتلاقي جميع النسخ بالسيريال والحاجات بتاعتها كاملة. اللي ما طبقوش المرة اللي فاتت عايزين منهم يختاروا درس من اللي احنا نزلناه ويطبقوه عشان الأداة تثبت عندهم إن شاء الله. كده مفيش أسئلة خلاص، نوقف المشاركة. خلاص أوكي، خلاص نتقابل إن شاء الله المرة الجاية وهنبقى مع بعض على الجروب لو في أي أسئلة. هذا منكم، السلام عليكم. الدعم الفني هيديكوا الرابط بتاع الجروب على الفيسبوك. السلام عليكم.